كابتن خواجه وانت في الناشئين؟ ما هو طبعا كان معانا انا وفاروق ومجدي سالم وبعدين دخل علينا علي خليل، بس معدينا بسنه وشويه بسنتين تقريبا. وكان في الاتريبي، وكان في لعيب افريقي اسمه لبومبا، يعني كان ابوه راجل كان راجل ماسك الكونغو، رئيس الكونغو، كان معاكم في الناشئين. المهم يعني كان سياسي، كان في سياسه، يعني دخل في السياسه شويه. وكانوا قاعدين في مصر يعني، فابنه كان ليه ابن كان لعيب كويس اسمه فرانسوا. وكان في مجموعه، بس طبعا انا الذاكره مش، كان في مجموعه كبيره يعني من اللعيبه اللي كانت موجوده وقتها، بس معظمهم كملوا يعني. تفتكر بقى في ماتشات الناشئين المباراه الحلوه اللي ما ينساش كابتن محمود الخواجه في مع الجيل ده بالاشبال وقطاع الناشئين وكده في الوقت ده؟ طبعا انا تدرجت مدرسه الكوره للناشئين والفريق الاول، يعني الحمد لله في الناس بتوجهنا صح عشان نوصل للهدف بتاعنا. كانت لما تيجي ماتشات الناشئين من الكاس، انا كانت الحمد لله كل مباريات النادي الاهلي سواء اشبال او كبار كنت احبها جدا، ان بحس ان دي ماتشات مهمه طبعا للناس كلها، فكنت ادائي فيها كان في اهتمام. انا بهتم بالماتشات كلها، بس المباراه دي بيبقى فيها اهتمام اكتر شويه والتزام اكتر، وتبقى مهتم الواحد.